والله احنا في الليل كنا بامان الله يعني ونايمين يعني بدايه نوم واطفال يعني البيت كله اغلبته اطفال وكله ستات كبيره وصبايا ونايمين في امان الله فجاه ما لقينا القصف كله بينزل علينا الركام هذا كله نزل علينا اولاد الحلال اللي اسعفونا ولحقونا ونشلونا وكلنا تغرزنا اصابات كسر اصابات غرز ما بدنا حدا يقف معنا بدنا حدا يتدخل في الحل هذا نخلص تعبنا نفسيا تعبنا روحت اكل لقمه وارجع الدوامه دخلت الدار لسه يا غافله كلا قلت اغير اواعي والبس اواعي ثانيه قلت لها يا المره حضري لي اكل كلمتين بالله هذول دخلت الغرفه ما اعرف ايش بعديها صار براميل نزلت هفو براميل هفو رميت حالي على الحرام غطيت حالي بالحرام من هفو النار ضرب صاروخ كبير وشايف الدمار في المنطقه كلها يعني احنا مثال انه هذا البيت شايف البواب ولا شباك ولا باب ولا اي حاجه ضل حتى باب المظلم كل البيوت اللي جنب الصاروخ لحد 10 دار كله راح قزازه